أهلا الإخوان جميعا، تحياتي واحترامي احتراماتي لجميع أصدقاء الطيور. معكم مراد المعريف دائما في حوارات ولاعية. سوف إن شاء الله غادي نبدأ واحد السلسلة رمضانية عبارة عن حلقات خاصة بالتلقين، بطريقة التلقين. فبما أن موضوع التلقين هو واحد الموضوع اللي هو طويل جدا وفي حيثيات كبيره في بزاف ديال الحالات، فكنظن انه التقسيم ديالو الى سلسله اللي غنتكلموا عليها بواحد لاكرونولوجي، يعني واحد الترتيب من الاول حتى الاخير، غتكون هي احسن طريقه لتمرير الافكار ديالنا والمعلومات اللي عندنا. غتكون سلسله في على شكل حوار ودردشه دائما، فنحن هنا نتقاسم التجارب والآراء والمسائل اللي ربما كنتبتوها بتجربة مثلا ذاتية ديالنا، وكتبان لنا بأنه هناك نتيجة نسبيا يعني فعالة، فهي اللي كنبارطاجيو معكم. نتمنى أن تلقى الاستحسان ديال الإخوان جميعا، خاصة الإخوان اللي دائما كيسألوني على طريقة التلقين. ما كيمكنش ليا نجاوب انا في دقيقه ولا بسطر او سطرين، فهو موضوع كبير الاخوان، كبير وكبير جدا، لان اي معلومه خاصك تضبطها مزيان وتعطي لها القالب يعني المناسب لها، باش واحد المبتدئ مثلا ما ياخذش المعلومه ويضبطها بطريقه اللي هي غير مضبوطه وطريقه خاطئه. وهذا هو اللي كيوقع بالنسبه بزاف ديال الاخوان، ربما كيشوف بعض الدروس ولا بعض لي فيديو في يوتيوب، فياخذ المعلومه كما هي وكيمشي كيطبقها في البيت ديالو ولا في الوكر ديال التلقين ديالو، وما كتعطيش نتيجه. فكيطرح السؤال، ما هي احسن طريقه التلقين؟ هذا السؤال اللي هو غادي يبقى ازلي في الهوايه، سؤال كيف نلقين، واحد السؤال غيبقى ازلي، لان اللغز ديال الهوايه في الهوايه كل الغاز، ابتداء من الطائر كطائر اللي كنسميه دائما المادة الخام، الى الوسائل اللي كتستعمل للتلقين، جميع المستويات ديال التلقين كتبقى الغاز لان عندها علاقه بالتجربه. فالحلقه الاولى ان شاء الله غادي نديماريوها في اول يوم من رمضان ان شاء الله، غادي يكون واحد السلسله ربما الى ساعدني الحظ انه كل يوم نقوم بواحد 10 ولا 15 دقيقة كل يوم تكون مزيانة، سينو تقدر تكون يعني كل حلقة كل يومين ثلاث ايام. فلهذا فالحلقات هذه ديستيني خاصة الناس المبتدئين، الناس المبتدئين اللي بايخين، مع العلم ان بعض المفاهيم ربما يقدر يستافدوا منها الاخوان، يعني الناس اللي كيفهموا في هادشي ديال التلقين ولا عندهم دراية بهذه الطرق. فكنحترمهم جميعا، كل واحد عنده طريقة ديالو، كل واحد عنده الطقوس ديال التلقين ديالو، ربما بعض الملاحظات سوف يتم تمريرها في هذه السلسلة. فمن الآن نقول لكم بأنه لا نقصد بها أي أحد، فمن كنتكلموا عن الهواية راه كنهضروا بأون جينيرال يعني بصفة عامة. إلا حس براسو إنسان أنه مقصود نعتذر ونستسمح، فما تمكرش. كاين واحد العباره كتكون في الافلام ولا في الاشرطه السينمائيه، كيقول لك اي تشابه في الصوره ولا في الاسماء ولا هذا مع هذا فهو من سبيل الصدفه. فانا في الهوايه كنتكلم بطريقه عاديه، ملي كنكون نتكلم كيجيوني بعض المسائل اللي تلقيتها انايا من مثلا من الانترنت ولا من الحوارات مع الولاء، وبالتالي فانني كنكومونطيها في الهضره ديالي، هذا عادي. فاذا نتمنوا ان هذه السلسله تكون مفيده لنا جميعا، لان هذا الكلام عن الهوايه حتى انا كنستافد منه، لان هناك اخذ وعطاء في اطار واحد ليسبري ديال لو بارطاج. دائما ملي كنخرج معلومه كنتظر لا رياكسيون ديال الاخوان، وهذا كيجعلني انني نعيد النظر في بزاف ديال المسائل. اذا ان شاء الله غنبداو بالحاله الاولى، الحاله الاولى في التلقين اللي كنعتبرها هي كنقول الابجديات ديال واحد مبتدئ بغى يدخل لهوايه. فاول نصيحه هي انه يبعد عن المقنين العام الاول،
لان عنده هو الوكر التغريدي ديالو خاوي، خصو واحد امات خدو الشو، واحد الاستاذ للتلقين. واحسن طريقه وهذه المساله كيعرفوها الاخوان جميعا، هو انه تمرير التغريد كيكون افضل من طائر اللي هو السميح، من طائر اللي هو حي الى طائر حي. فانسان يتم يختار واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاصناف ديال الهجين ميستو مع الاصدقاء اللي هما الثقه ديالو، اللي هما غيكونوا موضوع التلقين ديال العام الاول، وهما اللي غنتكلموا على الطريقه ديالو. غنعتمدوا على انه عندي واحد الهجين صغير، وغادي انا ما ندخلش معكم في المتاهات ديال الاصناف ولا ديال لي راس ديال الميستو، واش الكاناري تيم ميستو تيم برادو ولا ديال الكولور اغات ولا ميستو ديال الفلاوطه ولا ديال احسن. هاد المسائل ما غاديش نكل ليا انا تماما نهضر معكم، فلان عندي موقف وقناعه انه ما يمكنش نضبطوا التغريد في واحد الكائن اللي هو هاجي، لي جين ديالو ما كتسمحش لي ان نفيكسيو فيها لو شو. بالتالي فاي واحد خرج عنده شي هاجين فهو من سبيل الصدفه. ومن تم من هاد المساله اللي جعلتني نقول بانه الهجين كيبقى غير وسيله للتلقين. وصفتها بانه الهجين بحال الكلامونات، كتخدم واحد الكلامونات باش تحفظ بها الطيور ديال الحسون. هادي من هنا جاتني هاد القناعه، ما كنعتمدش انا على الميستو، ولكن الميستو مهم، وخاصة إلا كان الحنجرة ديالو واحد الحنجرة اللي هي يعني فخمة، يعني واحد الصوت اللي هو غرافي، يعني هذا فتمرير ديال التغريد إلى الحسون كيكون جميل جدا، لأن كما كيعرفوا الإخوان دائما الحسون كيطيح التغريد في لاغام اللي هي مناسبة. فهذه هي المرحلة الأولى اللي غنتكلموا عليها. غادي ندخلوا المساتة، غنبداو نلقنوهم، وان شاء الله الحلقه الاولى غديماري بهذا الموضوع هذا، كيف نلقن طائر الهجين اللي كسب واحد الطائر اللي كنسميوه طائر الاستاذ. ومن ثم غنتكلموا على كيفاش اننا ممكن نحافظوا على الميستو واحد اكبر مده معين، يعني قدر الميستو كاين تبارك الله اللي يوصل عنده ميستو 5 سنين 6 سنين 7 سنين 9 سنين وما وقعش فيه مشكل. كاين هناك طرق اللي غنتطرقوا لها، طرق اللي هي كاين بعض الحيل المجربه اللي مجربه انا شخصيا، والاخوان اللي كيتولعوا معايا واللي عاشروني في المسيره ديالي كيفهموا الطرق والحيل اللي كنستعمل انا مع الطيور نسبيا باش نحافظ عليها. ومع العلم انني عندي قناعه انه الميستو غادي كما نقولوا حنا بالدارجه المغربيه غادي يدور، يعني ما كيبقاش غادي في نفس النمط ديالو، لذلك يجب الاسراع باستعمال الميستو في التلقين. خرج عندك الميستو خاصك تزرب تستافد منه. اذا كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، وموعدنا في الحلقه الاولى بخصوص طرق التلقين، الحاله الاولى اللي هي تلقين الهجين من اجل اكتساب طائر استاذ. بارك الله عليكم الاخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع، ومره اخرى عواشركم مبروكه، والسلام عليكم.